محطتنا الثانية رح نحكي فيها عن صعوبات التعلم اللي هي بتبلش يمكن بمراحل مبكرة، قد ايه بتأثر على حياة الفرد بالمدرسة أو بالبيت، كيفية التعامل معها، شو هي أسبابها وأنواعها، وشو الصعوبات اللي بيواجهوها الأطفال بهي المراحل، وكيف بيتم تشخيصها من قبل الأهل أو المدرسة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة بشرى مغرقوني، محاضرة في جامعة دمشق قسم علم الاجتماع. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، صباح الخير دكتورة، نورتي صباحنا لليوم. دائما نحن من خلال صباحنا غير ومن خلال ضيوفنا الأخصائيين بهذا المجال دائما بنضوي على فكرة صعوبات التعلم، ودائما انتم اليوم مجتمعين على نقطه واحده، انه الكشف المبكر او اليوم رعايه الاهل للطفل وانتباههم بمرحله كثير مبكره ممكن خلينا نقول يساعد. نحن اليوم ما عندنا شفاء كامل لهي الحاله، ولكن عندنا التطور للافضل اذا كان في متابعه. خلينا نعرف بدايه بالصعوبات التعلم ونروح بمحور ثاني لنقدر نفرق في بينه وبين الاعاقه الذهنيه. هلا بالبدايه هناك تداخل كبير وخلط بين المفاهيم، بين مفهوم صعوبات التعلم، بطء التعلم، التحصيل الدراسي المنخفض أو الإعاقات الذهنية. يشتركون بالسمة الواحدة وهي المردود العلمي منخفض، ولكن هناك نقاط جوهرية يختلف فيها طالب صعوبات التعلم عن طالب الإعاقات الذهنية أو بطء التعلم. بالبداية بدنا ننوه عن آلية التعلم، أي كيف نتعلم. نتعلم عن طريق استقبال المعلومات عن طريق الحواس، ثم يتم معالجتها والتعامل معها بالدماغ حتى نستطيع استدعاء هذه المعلومات عند الحاجة إليها كمخرجات. هذه الآلية لا يستطيع طالب صعوبات التعلم أن تسير بنفس السوية. نلاحظ كمصطلح طبي تم تعريفها بأنها خلل أو اضطراب بالجهاز العصبي المركزي لدى الطفل. طبعا تبدأ عند الطفل من عمر ال5 سنوات حتى ال9 سنوات نستطيع الكشف عن هذه الصعوبة. مستوى الذكاء يكون طبيعي، ولكن المردود العلمي يكون منخفض. طالب صعوبات التعلم يعاني من عسر القراءة، من التهجئة، الكتابة، بالإضافة لصعوبات خاصة بالعمليات الحسابية، عدم القدرة على التفكير المنطقي أو حل المعادلات الرياضية. العديد من العلماء نوهوا أن صعوبات التعلم تبدأ صعوبات تعلم نمائية لها علاقة بالتفكير والتذكر والإدراك، ومن ثم تؤدي هذا الخلل الذي يحدث في هذه المرحلة يؤدي إلى صعوبات التعلم الأكاديمية. خلينا نحكي شوية هيك بتفصيل أكثر عن الأسباب اللي بتؤدي لصعوبات التعلم، وأي مرحلة عمرية يمكن هي بتبلش. ممكن تبلش بمراحل عمرية متأخرة ولا شرط إنه يكون بالمراحل الصغيرة؟ من لحظة تشكل الجنين في رحم الأم تبدأ مؤشرات ظهور صعوبات التعلم. هناك أسباب وراثية، أي لها أساس جيني ووراثي. نلاحظ أن هناك عائلات منتشرة بها دونا عن عائلات أخرى. أحيانا يكون أقرباء الأم، أقرباء الأب يكون لديهم صعوبات تعلم تنتشر في أسرة دونا عن أسرة أخرى. تناول العقاقير أثناء فترة الحمل، المخدرات، التدخين، أنيميا الحديد، كلها لها تأثير كبير على الجنين. بعد الولادة بعمر العام حتى العامين تبدأ الدماغ بإنتاج الوصلات العصبية، الخلايا العصبية. تغذية هذه الوصلات العصبية وهذه الخلايا العصبية يؤدي إلى التخفيف من حدة هذه الصعوبات عند إصابة الطفل بها. على سبيل المثال الأب الذي يعاني من اضطراب التعبير اللغوي لا يستطيع أن يقدم لطفله النموذج الصحيح للغة، تبقى اللغة مشوهة وغير مفهومة. هل نأخذ مثال عن هذا الاضطراب؟ تعطينا مثال عن مثال التهجئة. عندما يكون هناك تأتأة عند الوالد يحاول الحديث مع الطفل، لا يعطيها النموذج الصحيح والصالح للتعلم، فيكتسب اللغة بطريقة خاطئة وتستمر حتى الكبر. علاجها نتحدث عنه في فقرة ثانية، أنه صعب عندما تتطور الحالة عند الطفل. هناك أسباب عصبية عضوية، أي وجود خلل في الجهاز المركزي العصبي لدى الطفل يؤدي أيضا لصعوبات تعلم. هناك أسباب بيئية لها علاقة بالحرمان العاطفي، بالحرمان المادي، بمشكلات الأسرة أيضا تؤثر. أيضا أسباب مدرسية، عندما يكون أسلوب المعلمة قاسي متذبذب، تقوم بالتمييز بين الطلبة، أيضا يؤدي إلى صعوبات التعلم. طبعا الأسباب جدا متشعبة، ولكن هي الأسباب الرئيسية يعني مو دائما بتكون بمرحله تكون الجنين في مرحله تكون الجنين، لكن عندما نلحظ المؤشرات يكون الطفل اصبح في ال5 سنوات من عمره، فالمعلمه لها الدور الاكبر باكتشاف هذه الحاله ضمن البيئه الصفيه، تلحظ وترصد الصعوبه. طيب طالما عم نحكي اليوم عن اسباب عديده، فاكيد اليوم في انواع كمان لصعوبات التعلم، وكل نوع له سببه، إن كان مؤشرات وله طريقه بالتعامل بالمعالجه. خلينا هيك نحكي اكثر عن الانواع. انواع صعوبات التعلم تبدا بعسر القراءه، عسر القراءه يصاب بها 10% من الطلاب على مستوى العالم بعمر ال5 سنوات. يبدأ ملاحظته بعمر ال5 سنوات، لا يستطيع تفكيك الكلمة، تركيب التي يتعلمها الطفل في المرحلة الابتدائية، يصعب لديه يكتب الأحرف، القلب، الحذف، الاختلاف في طريقة الكتاب، التباعد بين الأحرف. هناك التهجئة كما ذكرنا، أيضا صعوبة نطق الأحرف، حل المعادلات الرياضية، التفكير المنطقي، كلها مؤشرات تدل على 4 أنواع من صعوبات التعلم التي تم ذكرها. طبعا طالب صعوبات التعلم يتميز بخصائص يميزه عن زملائه، أيضا تعطينا مؤشرات، ليس لديه القدرة مثلا بالانخراط بالأنشطة المدرسية، لا يستطيع تكوين الصداقات بطريقة سليمة أو الاستمرار بها، يكون انفعالي، يكون قلق، إيماءات الوجه تختلف عن طالب صعوبات التعلم عن الطلبة الأسوياء زملائه بالصف. طبعا ما بيكون في خلط بينه وبين طفل التوحد؟ لا ابدا، طفل بعيد جدا عن طفل التوحد. ممكن اول مؤشر ممكن ان تلاحظه المدرسه هو فرط النشاط المصاحب بتشتت الانتباه لدى الطفل، هو اول مؤشر ممكن ان ترصده معلمه الصف، ومن ثم تحويله الى الاخصائي النفسي او الاجتماعي الموجود في المدرسه، ومن ثم الى معلم غرفه المصادر التي تفتقرها اغلب مدارسنا، التي ضمنها يتم التعلم بالوسائل التعليميه الغير متعارف عليها، لانه لا يستطيع ان يتعلم بالوسائل التعليميه المتعارف عليها، يبقى هناك وسائل خاصة به. طب حكينا انه بمرحله المدرسه بيتم الاكتشاف، وكيف بيتم التعامل معه؟ احيانا ممكن تبلش المرحله قبل مرحله المدرسه، هون كيف ممكن يتعامل او كيف ممكن يتم اكتشافه؟ يعني في كثير اطفال بيتاخروا بالنطق، بالحكي، كيف ممكن يبين مع الاهل انه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم؟ هلا بالبدايه التاخر بالمشي، التاخر بالكلام حسب السن المحدد للطفل كنمو، عندما يصبح لديه تاخر أحد هذه الجوانب تلحظ الأم. التشخيص يبدأ ما بين الأهل والمدرسة، كما ذكرت أنه في عمر ال5 سنوات يظهر هذا صعوبات التعلم بوضوح لدى الطفل. ممكن أن تكون قبل وراثي، أن جميع أخواته لم يتحدثون إلى هذا العمر، أو تأخر في المشي بسبب العضلات، فأول شيء يطلبه الطبيب هو الفحص العضوي الكامل، ليس لديه إعاقة، ليس لديه ضعف بالنظر، أو ليس لديه إعاقة بصرية أو سمعية أو حسية، ولكن قدراته التحصيلية والانفعالية منخفضة. عندما نتأكد أنه لا يوجد جانب عضوي مرضي عند الطفل، هنا نلجأ إلى الأخصائي النفسي الاجتماعي للتشخيص والبدء بمرحلة العلاج بالنسبة للطفل، بالتعاون ما بين الأهل ضمن المنزل ومعلم غرفة المصادر. طيب طالما ذكرتي العلاج، وهي رحلة خلينا نقول طويلة لمدة سنوات يعني، ومثل ما قلنا انه هي ما حتروح لحالة شفاء تامة، ولكن احنا ممكن نحسن للناحية الإيجابية. يعني خلينا نحكي عن خطوات مفروض نتبعها، ودائما بنقول انه في الأهل والمدرسة شراكة بوضع هذا الطفل، ودائما النشاطات يمكن بيكون لها تأثير جدا إيجابي برفع مستويات التفكير عند الطفل. هلا بالبداية أول خطوة لعلاج أي حالة عند الطفل، بغض النظر إذا كان صعوبة تعلم أو يعاني من أي مشكلة نفسية أو اجتماعية أخرى، هو التشجيع. تشجيع الطفل وتعزيز ثقته بنفسه. بالنسبة لصعوبات التعلم، التركيز على نقاط القوة لدى الطفل وتعزيزها وتطويرها. لا يوجد طفل خالي من المهارات، لا يوجد طفل خالي من القدرات، أو أن ليس لديه القدرة أبدا، أو خالي من أي مهارة. نستطيع أن نستدل على المهارة التي يتميز بها وتعزيزها. مثلا إذا كان الطفل لديه قدرة على التعلم البصري أو الحسي أو السمعي، نستخدم الوسائل التي تعنى. مثلا إذا كانت تعلم بصري، نستخدم الوسائل البصرية. ممكن في مادة الجغرافيا الخرائط، ممكن في مادة الرياضيات الجداول النظرية التي يستطيع تطبيق العمليات الحسابية عليها، وهذا كله موجود في غرفة المصادر ضمن المدارس. بالإضافة إلى إدماجه بجماعات تكون أقل انتقادا له وللمعاناة التي يعاني منها. الابتعاد الابتعاد عن اسلوب الاستهزاء، مراعاة الفروق الفردية، ادماجه بالتدريج بالأنشطة الرياضية، بالأنشطة، بالتمثيل، حتى في الموسيقى. لا يوجد طفل ليس مبدع بالمطلق. طب وقت بتمشي هاي مراحل العلاج مع الطفل، بأي مرحلة بنحس انه الطفل استفاد على مراحل العلاج او بلش يندمج بالمجتمع او يستفيد حتى بمراحله التعليمية؟ عندما يتجاوز المرحلة الابتدائية بسلام وبالتخفيف حدة هذه الصعوبات، ينطلق في المرحلة الإعدادية والثانوية. لكن كما قلت الشفاء، العلاج ليس نهائي، يجب التعايش مع الحالة أنها ترافقه مدى الحياة ورواسبها تبقى مهما حاولنا التخفيف من آثارها. طيب خلينا نحكي بنقطة الدمج بالمدرسة. هل اليوم أنت مع هاي الفكرة، أو هاي اليوم نحن يعني عن جد مستعدين لهالمرحلة إنه اليوم ندمج طفل عنده صعوبات تعلم بين أطفال سليمين طبيعيين يمكن ما عندهم ثقافة عدم التنمر على هذا الطفل يعني؟ تماما. أو أنت مع إنه اليوم إنه يكونوا مهيئين قبل الدخول لموضوع الدمج؟ أنا مع دمج جميع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس، ومن بينها فئة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم. هو طفل طبيعي عادي يعاني من بعض الصعوبات الأكاديمية بالإضافة للصعوبات النمائية. إدماجه هو سهل وبسيط، ولكن يجب أن تتوفر البيئة المناسبة الحاضنة، البيئة الحاضنة التي تفتقد لها مدارسنا. أكثر من بحث جرى في المدارس السورية، تفتقد المدارس لغرفة المصادر. غرفة المصادر عادة يكون فيها معلم تربية خاص يتعامل مع هذا الطفل، يقوم بحضور الحصص الجماعية، يرصد حالات هذه الطفل ويتم تحويلها إلى غرفة المصادر. فأنا مع الدمج ضمن المدرسة، طبعا بالتعاون ما بين الأهل ومعلمة الصف ومعلم غرفة اليوم المصادر. كمان الطلاب يعني تقبلهم لهذا الطفل كثير مهم. اليوم يمكن يكونوا هن عامل الفشل لدى الطفل طبعاً. يعني هون لما ببلش الخلط ما بين الطفل الكسول كما تنعته المدرسة وبين طفل بطيء التعلم او طفل الاعاقه، كيف بنفرق؟ كثير مهمه هي النقطه. كثير مهم انه نحن نميز بين هدول الاطفال، لانه طفل صعوبات تعلم مثل ما قلنا هو خلل بالجهاز العصبي المركزي لا ينتج عنه الا صعوبات اكاديميه بالحساب. اما طفل الاعاقه الذهنيه او طفل بطيء التعلم هو طفل نسبه الذكاء تكون متدنيه لديه. حسب عندما يتم فحص الطالب على مقاييس الذكاء العالميه، نلحظ ان نسبه ذكاء طفل صعوبات التعلم 90% وما فوق. كثير من الطلاب المتفوقين لديهم صعوبات تعلم. تمام. اما طفل بطيء التعلم او طفل الاعاقه الذهنيه يكون توقف بالنمو الذهني لديه في عمر صغير، تكون نسبه الذكاء حسب المقاييس العالميه من 70 ل 85، حتى له مراحل علاج او عنايه مختلفه، عيادات مختلفه ومراكز خاصه. اما طفل صعوبات التعلم يستطيع الاندماج بالبيئه المدرسيه عندما تتوفر كما ذكرنا البيئه الحاضنه المحفزه لهذا الطالب. أكيد بدنا هيك نصائح أخيرة منك بالنسبة للأهالي وحتى بالمدارس لما بيكون في طفل عنده هي صعوبات التعلم، كيف لازم يتعاملوا معه؟ كثير بنعول على دور الأهل بتشجيع الطالب، تشجيع الطفل، تركيز على جوانب القوة لديه. حتى في المدرسة عدم مقارنته بزملائه، مراعاة فروق الفردية، إدماجه مثل ما قلنا بالمجموعات، الأقل انتقادا له، مشاركته بالأنشطة حتى لو حاول الابتعاد عن الأنشطة الرياضية أو الأنشطة المدرسية. نحاول إدماج هذا الطالب بالأنشطة المدرسية، ومحاولة الأهل والأم بشكل خاص اكتشاف موهبة الطفل. لا يوجد طفل من دون موهبة، وتعزيزها يساعده كثير في الاندماج في المجتمع وتحديد اتجاهاته. أكيد اليوم صعوبات التعلم من المواضيع التربوية جدا مهمة، ودائما نحن بنقول ثقافة الوعي كثير مهمة بهذا الموضوع، إن كان بالكشف المبكر، إن كان بتقبل الأهل لوضع هذا الطفل تقبل. والتشاركية بين الأهل والمدرسة والأخصائي. شكرا كثير لحضورك اليوم معنا الدكتورة بشرى مغرقوني، وحضرتك محاضرة في جامعة دمشق قسم علم الاجتماع. نوردي صباحنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا، شكرا.